السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، مخصص هذه الحلقه للوقوف حول حادثه استهداف الاطفال في تعز خلال اجازه العيد. إذن مشاهدينا، تحولت فرحة العيد في مدينة تعز إلى مآس بعد أن كثفت ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي على منازل المواطنين والمناطق السكنية. سجل خلال إجازة العيد استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين في المصراخ وعصيفرة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا تصر الميليشيا على تحويل أفراح اليمنيين إلى مآس؟ وإلى متى ستظل تعز تدفع ثمن الحرب من دماء أطفالها؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. عيد مليء بالدموع والدم، ذاك الذي مر على أطفال تعز المحاصرة بنهم الميليشيا للقتل. لا يوجد تفسير لقنص طفل في 3 من عمره سوى إصرار نفس مريضة في تحويل أفراح اليمنيين إلى أتراح ومآسين. تخضبت الأرض بالدم، هلت الدموع، وخيم الحزن على أرجاء المدينة التي لم تفارقها المآسي منذ أن حلت بها الميليشيا. أم تعد ابنها لفرحة العيد، وآخر ينصب شراك الحزن حولها. إنها معركة بين من يسعى للحياة وبين من يوزع الموتى بدم بارد. لا شك بأن ذلك الذي يوجه فوهة قناصته إلى صدر طفل هو مسخ آدمي، لكن الواضح أيضا أنها محاولة لكسر صمود المدينة وإذلال ساكنيها. مر العيد في تعز وفي سجله 3 أطفال أبرياء قتلتهم قناصة الميليشيا. وفق معالم الحزن هذه، سيؤرخ اليمنيون لمناسباتهم وسيكتبون تاريخهم مع الميليشيا وفق هذه المعادلة التي ستكون درسا قاسيا ومريرا لأجيال قادمة. هؤلاء الذين لا يراعون حرمة الطفولة ولا حرمة المناسبات الدينية، لا شك أن لديهم عداء مع مفهوم الحياة، أو ربما يتصورون أن الحياة مقصورة عليهم، والقتل الذي يوزعونه قدر اليمنيين جميعا. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السيد حسين المشدري. سيد حسين، مساء الخير. مساء النور، وكل عام وانتم طيبين والجميع ان شاء الله طيبين، واقدر الاستضافه وشكرا لخساره هذا الموضوع. اهلا بك سيد حسين المشجلي، يعني تتابع ما يحدث خلال اجازه عيد الفطر المبارك في مدينه تعز، يعني قنص للاطفال وضحايا من المدنيين، كيف تنظر الى الواقع في هذه المدينه؟ على كل الواقع الحقوقي بشكل عام يعني مؤسف، وفيما يتعلق بالاستهداف المدنيين في غير هذه المناطق صح الامر يعني يعني بشكل كبير، حيث يعني لاحظنا او من خلال الثلاث سنوات الكبيره من الوقائع التي تتم يبدا ان هناك ترابط وتزامن دائم يحصل عندما تقوم قوات الجيش بتنفيذ اي هجوم على جماعه الحوثي، يتم بعدها مباشره او بالتزامن مع هذا الهجوم القيام باطلاق الجرائد واستهداف المدنيين بشكل عشوائي وبشكل ايضا مقصود، يعني ضرب الحاضنه او ما يسمى ب نعم سيد حسين، فقط يعني هناك مشكلة في سماعك بشكل جيد، يعني لو تتحرك قليلا إلى
مكان تكون فيه الشبكة أفضل مما هي عليه الآن، لأنه هناك تشويش كثير في سماع صوتك. ويعني أتساءل هنا، يعني لماذا هذا كل هذا الإصرار من قبل الميليشيات على تحويل أفراح اليمنيين إلى أحزان ومآسي؟ يعني إجازة لعيد الفطر المبارك، يعني لم تحترم هذه الإجازة ولا فرحة الناس بهذه المناسبة. مثل ما ذكرت ان الشباب المدنيين خصوصا في بعث يتم الاستعراض فيه في الصراعات بالمنهجيه تكاد تكون ثابته، عندما يقوم الجيش تنفيذ اي هجوم او اجراء اي عمل عسكري يتم استبداد المدنيين بقصد، وهذا الامر يتكرر دائما من خلال الكثير من الوبائع التي اصابت الانتر طيب سيد حسين، عفوا يعني ولو قاطعتك، يعني هنا مشكلة كبيرة في سماع الصوت، يعني سيتم أو سيقوم الزميل منتج الحلقة بإعادة الاتصال بك من جديد، وأتمنى أن تتواجد في منطقة تكون فيها شبكة أفضل مما هي عليه. وأرحب بضيفي الآن من تعز، سينضم إلينا مساعد مدير الأمن العقيد سمير الأشبط. سيادة العقيد مساء الخير. تمام الآن أسمعك. تمام سيادة العقيد، أسعد الله مساك بكل خير. سيد سمير هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالعقيد سمير الأشبط قد سقط، وسيتم معاودة الاتصال به من جديد. إذن مشاهدينا، هناك عمليات قنص تحدث في مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي تستهدف أطفال، يعني يحتفلون ويفرحون بفرحة العيد، عيد الفطر المبارك، ولا ندري يعني ما الحكمة بعملية قنص الأطفال التي يعني ليست بجديد على هذه الميليشيات باستهداف الأطفال في مدينة تعز والكثير من المحافظات. ولا أدري هل قد عاد إلينا أحد الضيوف؟ نعم، إذن مشاهدينا سنذهب الآن لفاصل قصير ريثما تجهز الاتصالات. نعم، إذن مشاهدينا نعود مجددا، وأرحب الآن بضيفي من تعز مساعد مدير الأمن العقيد سمير الأشبط. سيادة العقيد مساء الخير. مساء النور وعيد مبارك عليك وعلى مشاهديك واليمن قطيبة إن شاء الله. أهلا بك وكل عام وأنت بخير سيادة العقيد. نتحدث اليوم عن استهداف الأطفال في مدينة تعز خلال إجازة عيد الفطر المبارك من قبل ميليشيات الحوثي. أنتم في جهاز الأمن، كيف تعلقون على استهداف الميليشيا للأطفال في تعز؟ طبعاً ميليشيا الحوثي الميليشيا الانقلابية تعلمون جميعاً بأنها ميليشيا لم تأتي للحياة ولكن أتت من أجل الموت، هي مشروعها مشروع الموت، هي تقتل كل فرحة في اليمن سواء في العيد أو غير العيد،
نحن في تعز والجهاز الأمني يعني يتابع كل القضايا الإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيات المجرمة. هناك قذائف تسقط على الأحياء السكنية، هناك قذائف تسقط في المحيط المواجهات، لكن هذه القذائف وهذه والضحايا التي تنتج عن القذائف لن تعيق أبناء تعز بأن يفرحوا وأن يتزاوروا وأن يشعروا بأن العيد عيد للفرحة، حتى ولو سرقت الابتسامة من أبوائهم لكن سيبقى العيد قائم غصبا عن الميليشيات الانقلابية، وسنبقى نفرح غصبا عنهم وسيفرحون أطفالنا وسيذهبون إلى الحديقة وسيزاورون أهلهم غصبا عن الانقلابيين وعن مشاريعهم الإجرامية. نعم. طيب يعني سيادة العقيد، يعني لماذا لا توفر الحماية الكاملة للسكان، يعني طالما ويعني توجه ميليشيا الحوثي بات معروف في معركتها في تعز، يعني استهداف للمدنيين واستهداف للأطفال، لماذا يعني لا تكون هناك حماية ويقضى أكثر في مواجهة ما يتم في المدينة؟ طبعا أنت تعلم أن المقذوفات الحوثية التي تنصر تعز هي تأتي من خارج المدينة، تأتي هونات أو تأتي هوزرات أو كاتيوشا أو قذائف لا يستطيع الإنسان أن يحتمي فيها حتى لو دخل بيته. لكن حمايتنا من القذائف هي عبارة عن الإرادة القوية الذي يمتلكها أبناء تعز، وهي الحماية والدرع القوي الذي دائما ينصدم في هذا المشروع الانقلابي، المشروع الموت لدى الحوثيين. نعم، إذن ابقى معي سيادة العقيد سمير الأشبط، وأعود لضيفي من عدن نائب رئيس اللجنة الوطنية لتحقيق انتهاكات حقوق الإنسان السيد حسين المشدلي. أتمنى أن يكون الصوت هذه المرة جيدا. وسيد حسين مرحبا بك من جديد، يعني نتساءل هنا ما الحكمة من قنص طفل يبلغ من العمر 3 أعوام خلال إجازة العيد من قبل هذه الميليشيات؟ ألو سيد حسين هل تسمعني؟ سيد حسين هل تسمعني؟ يلا تمام. نعم، يبدو أن المشكلة ما زالت في التواصل بالسيد حسين المشجلي. أعود لضيفي من تعز العقيد سمير الأشبط. سيادة العقيد، الكثير قد يعني يترك العتب فيما تقوم به الميليشيات بمدينة تعز هو على الجيش الوطني والمقاومة في مسألة عدم حسم المعركة وتحرير المدينة بشكل كامل، كيف تنظرون لهذا الأمر؟ طبعا المعركة أنت كما تعلم أنت ويعلم الآخرون أننا نستطيع أن نقرر متى تبدأ، لكننا لن نستطيع أن نقرر كذلك متى تنتهي. هناك عوامل كثيرة بتأخير الحسم في تعز. تعز طبعا المدينة المتوسطة للجمهورية اليمنية، سواء هي المدينة التي تتوسط الشمال والجنوب. هذه المدينة لأهميتها الاستراتيجية لن تستطيع أن يكون القرار قرار الجيش الداخلي الذي في مدينة تعز، القرار قرار تحرير المدينة، قرار سياسي كما تعلمون تمتلك هذا القرار الشرعية والتحالف العربي،
متى ما كان هذا القرار سائد وقائم وهو الأول دون أي اعتبار، لا شك أن الجيش سيحسم أموره وسينطلق للتحرير. لكن ننتظر، هناك كما تعلم عوامل أخرى وأمور ينبغي للجيش أن يدرسها وأن يطلع عليها عن كثب حتى يستطيع يحرر المدينة، لأن المدينة لن تحرر بقرار انفرادي من قبل الجيش كما تعلمون. نعم، لكن سيادة العقيد، يعني البعض يرى بأنه مسألة القصف على وسط المدينة بشكل عشوائي من قبل الميليشيات كان يعني قد خف أو توقف مؤخرا إلى فترة ما قبل رمضان، يعني بس هناك مع تحرك الجيش والمقاومة الشعبية على أواخر رمضان وإعلان عن عملية عسكرية لتحرير المحافظة، ربما هو السبب في تعكير فرحة العيد لدى الناس في مسألة إمطار المدينة بالقذائف من قبل الميليشيات، ولم يعني تنجز العملية فيما يؤمن المواطنين داخل هذه المدينة. طبعا القذائف يعني تأتي إلى المدينة بدون تحرك الجيش، يعني الجيش هو عبارة عن حامي لهذه المدينة في أطراف المدينة، يمنع الحوثة من اقتحام المدينة. لكن بالنسبة للقذائف التي تأتي إلى الأحياء، تأتي سواء قبل رمضان أو بعد رمضان، نحن هذا العيد الرابع ونحن محاصرون، القذائف من قبل الحوثي تتساقط. لكن أقول كذا وبصراحة وبكل ثقة، هذه القذائف لن تكسر عنفوان تعز، ولن نجعل العدو يفرح أنه نغص على أبناء تعز فرحتهم. أبناء تعز سيفرحون وسيحتفلون بعيد الفطر، رغما عن أنف الحوثي ومن لف لفه، رغما عن أنف الحوثي ومن ناصره ومن آزره، نحن سنبقى نحتفل حتى لو سرقت هذه الابتسامة وهذا الاحتفال، لكننا سنظل نحتفل وأبناءنا يحتفلون. نحن الآن لما نرى ساحة الحرية في صلاة العيد وازدحامها، نرى الحدائق وازدحامها، نرى الشوارع وازدحامها، يدل بأن هذه المدينة لن تنكسر وسيبقى الكبرياء لهذه المدينة قائمة، وسنقتل هذا الحوثي بكبريائنا بعزتنا بتماسكنا بكل ما يعني من الانتماء لهذا الوطن ولهذه المدينة. نعم، ابقى معي سيادة العقيد. أعود لضيفي من عدن إذا كانت المكالمة يعني جيدة هذه المرة. سأرحب مجددا بنائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السيد حسين المجدلي. سيد حسين، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، حياك الله. أهلا بك من جديد سيد حسين. يعني كنت قد تساءلتك يعني ما الحكمة في قنص طفل في الثالثة من العمر من قبل هذه الميليشيات؟ يعني المعركة هناك رجال في تعز في الجبهات وفي المدارس، لماذا يلجؤون إلى قنص الأطفال؟ الحقيقة هو كما ذكرت أول، ربما سمعوني الأخوة المشاهدين، أن مجري في تعز هو استهداف ممنهج للمدنيين، يتم عادة بالتزامن مع أي هجوم ينفذ من قبل الجيش على يعني جنود الحوثي او افراد جماعه الحوثي، يتم بالتزامن مع ذلك قصف واستهداف المدنيين في الاحياء وفي القرى التي تكون الاشتباكات بالقرب منها. القصد من هذا الاستهداف الممنهج هو اثاره الرعب لدى المدنيين وتحميلهم او ايهامهم بانهم سيدفعون فاتوره اي ايواء او اي دعم او حتى تضامن منهم للجيش الوطني. هذا الاستهداف مؤسف، وقد تابعناه في اكثر من يعني درسنا في اكثر من عمليه. نعم. وبالامس ايضا نزل فريق اللجنه الوطنيه في تعز الى المصراخ بالتحقيق ومعاينه اثر سقوط صاروخ كاتوشا على المدنيين، سقط فيه 3 اشخاص.
تاكد الفريق انه لم يكن هناك اي هدف عسكري للمكان الذي سقط فيه الصاروخ، وان الانسجام كان ممنهج بما ذكرناه من اسباب. اعتقد ان هناك عقيده لدى المقاتلين التابعين لجماعه الحوثي في تعز. نتمنى يعني من جميع سواء المنظمات الدوليه او مجتمع دولي ان يساهم في وضع كابح لهذا العقيده، تتمثل في استهداف كل كائن حي يتم او ياتي من قبلها في استهداف. هذا الامر يمثل جريمه حرب. نعم. طيب سيد حسين، يعني الملاحظ سيد حسين بان هذه الجرائم تحولت الى اعمال يوميه من قبل الميليشيا، انتم في اللجنه الوطنيه لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، كيف تنظرون الى هذه الجرائم وما هو توصيفكم لها؟ نعم، اللجنه الوطنيه كما ذكرت باشرت بالامس برغم انه كان يوم اجازه، لكن باشرت التحقيق في هذه الواقعه كما تقوم بالتحقيق في كافه الوقائع بما في ذلك وقائع القصف الذي يقوم به طيران التحالف او الجيش الوطني، وتدقيق على قدم المساواه من الجميع. لكن عندما تكون هناك منهجيه واستهداف يتم بنفس الطريقه دائما من جهه اخرى يكون الامر جريمه حرب، لا شك في هذا الامر. هناك وجهات كثيره تمت رصدها والتحقيق فيها ونحن التحقيق فيها في تعز بالذات تؤكد هذا الامر، ونحن مثل ما ذكرنا نقوم بهذا رصد هذه الوقائع والتحقيق فيها وحاله الملفات للقضاء. وكما ان من الامور التي نركز على طرحها سواء امام المجتمع الدولي او امام دول مجلس حقوق الانسان بالعمل معنا على بناء جماعه الحوثي الطرف الذي يقوم بمثل هذا الاستهداف على ان يخفف ان يحد من هذا الانتهاكات. توصياتنا ايضا في التقارير التي نصدرها تتضمن مثل هذا مثل هذه الامور، لكن في ظل عدم وجود الدوله وفي ظل عدم في ظل وجود مجتمع دولي متراخي وصمت من الدول الفاعله او الدول ذات الحضور القوي في المجتمع الدولي، اعتقد ان الحبل متروك على الغارب لكل من يريد ان يشرب من دماء اليمنيين كما يشاء. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر نائب رئيس اللجنه الوطنيه لتحقيق انتهاكات حقوق الانسان السيد حسين المجدلي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. أرحب بضيفي من تعز أيضا الناشط الحقوقي عمر الحميري. سيد عمر مساء الخير. سيد عمر هل تسمعني؟ ألو. نعم، أهلا سيد عمر مساء الخير. والله الحمد لله، صوت واضح يا أستاذ. نعم أسمعك جيدا، هل تسمعني؟ سيد عمر هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات اليوم. أعود للعقيد سمير الأشبط مساعد مدير الأمن. سيد سمير، يعني من المفترض أن هناك يعني مواقع معروفة يعني قد يتم استهدافها بأي لحظة، يعني أيضا أنتم لكم في الأجهزة الأمنية خطة أمنية متزامنة مع عيد الفطر المبارك، هل يعني تقومون بتوعية المواطنين وأيضا تحذيرهم من مناطق يجب أن يتم تجنبها وأيضا أخذ الاحتياطات في هذه الأماكن؟ أكيد أخي العزيز، نحن بالنسبة للجهاز الأمني لدينا خطة أمنية شاملة سواء كانت في العام كامل، لكن كثفنا هذه الخطة في شهر رمضان، والحمد لله كان الأوضاع الأمنية في رمضان يعني تحسنت إلى درجة كبيرة جدا على الأعوام السابقة التي كانت في رمضان السابق. كذلك في عيد الفطر عندنا خطة أمنية، هناك انتشار أمني، الشوارع في تعز ترى الأقصم الآمن يعني منتشرة، ترى الناس يرحبون بهذا الانتشار، قلت الجريمة، أصبح الناس يعني يشعرون بالرضا بالجوانب الأمنية. لكن قضية القذائف التي تأتي من خارج تعز
انت لم تستطيع ان تقول لابناء تعز لا تخرج لا تخرجون الى حوائجكم، الاصل ان يخرجوا ان يعيشوا حتى يرسلوا رساله للحوثه اننا لن نموت ولن ننتهي، سنبقى نعيش ما دمنا نتنفس، سنبقى نتحرك ونرفد جبهاتنا بالرجال والشباب، ونساءنا كذلك يتفاعلون مع الجبهات، يعطون الذهب، يعطون التبرعات للجبهات والجيش الوطني. هناك تعليمات للمناطق التي قريبة من الجبهات بعدم المرور والقرب من مواقع الاشتباكات، لكن تبقى الأفكار هي التي تسير. فإذا كان هناك شخص ذهب إلى قدره لكن هناك يعني تفهم من قبل المواطنين للعملية الأمنية، وكذلك تفهم من قبل أبناء تعز والشارع التعزي للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني. الجيش الوطني عندما قام بهجوم في الأواخر من رمضان قام يرسل رسالة قوية للحوثة بأننا قادرين على أن نتهم ونسترد المواقع منكم بقوتنا الذاتية المتواضعة. فإذا كان هناك يعني دعما قويا من قبل الجهات الأخرى لا شك أننا لن نقف إلا في العاصمة صنعاء إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العقيد سمير الأشبط مساعد مدير الأمن، كنت معنا من تعز. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر، أشكر ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل مهر أبو المجد. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله.